بحيث المنتخب المغربي جات بانه لعب مع الكبار ودخل القفص الذهبي، دخل لعب مع الكبار، واش غادي يبقى يلعب مع الصغار؟ دابا ما يمكنش. دابا الاتحاد الافريقي والمباراه الوديه، انتم كتشوفوا السيد رئيس الجامعه شنو عمل لكم، جابكم فريق عالمي ديال البرازيل، ولكن حنا كنا احسن من البرازيل في كاس العالم، حنا فوتناهم. زعما ماشي غريبه، المنتخب المغربي حقق نتائج جد ايجابيه، وكان طبعا مع المنتخبات العالميه الكبرى اللي هي مصنفه، لا بلجيكا ولا اسبانيا ولا البرتغال ولا فرنسا، كاملين مصنفين عالميا، حنايا منهم وكنا احسن منهم وغلبناهم. اذا اليوم خصنا نلعبوا مع الكبار، وهذا شيء جميل باش نبقاو ديما هازين السقف ونلعبوا على المربع الذهبي. الملعب طنجه اللي غيصطاد في هذه المقابله الكبيره، حديث جماهيري وحديث رياضي حول يعني التوسعه ديالو وكذلك المضمار، واش غادي يكون يعني نقربوا شويه يعني نحيدوا هذاك المضمار ديال الالعاب؟ ان شاء الله مستقبلا، وقيد الدراسه كاين هذا المشروع، انا اللي طلقته، انا اللي قلته، ولكن الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم خدامه على عده مشاريع، منه المركب الكبير بالدار البيضاء، من المركب ديال طنجه. اذا هذه الملاعب الكبرى، وطنجه مدينه سياحيه ومدينه اقتصاديه، مدينه جميله جدا في البحر الابيض المتوسط، في البحر الابيض في البحر الاطلسي، اذا البوابات اوروبا. حنا كنفتخروا باش يكون عندنا الملعب هنايا، يعني نفتخروا اذا كان عندنا ملعب مغطط ويكون مهيأ وجميل جدا في البوابات اوروبا، وباش يعرفونا حنايا يعني علاش قادين وشنو قادين. حنا شعب التحدي وغادي نعيشوا التحدي ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.